هذا الأول ما يعنى به في سلوكه تزكية نفسه وتهذيبه وتهذيب أخلاقه، لكون هذا عند السالك مقدم على الإكثار من نوافل العبادات من صلاة وصيام ونحوه ومظاهر الطاعة. مظاهر الطاعة تدخل فيها بنفسك، كيف في نفسك إذا نفسك مشحونة بكبر بعجب وغرور؟ اللي يرمي بنفسه في البحر في سفينة ما تفقد أحوالها وشؤونها وما لا مكينتها صالحة ولا أقرب إلى الغرق. وهكذا يقول: إذ لا ينبغي لعبد أن يتوجه الله بقلب دنس ونفس غير زكية، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، فإنه يتعب نفسه في أمور ربما كان عاقبتها أن يرجع القهقراء. تبغى مثال ونموذج؟ إبليس المرجوم صلى عبادة أكثر من حقك وأكثر من حق أبوك وجدك معك، عبادات مئات السنين آلاف سنين يعبد الله يعبد الله يعبد الله صورة بالغير أساس، النفس غير مهذبة غير مزكاة، مع انه حتى في السماء كان مع الملائكة يصلح سجود، بمجرد ما اختبر او ادبر وخلق الله آدم اسجدوا لآدم تأبى وما رضي، نفسه غير زكية. ما شوف الملائكة كلهم سجدون، عيب عليك، ما تشوف هؤلاء خلقوا قبلك وعبدوا قبلك انتبعهم، لا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما أكون لأسجد بشر خلقته من طين، لما أكون لأسجد بشر خلقته من صلصال من حميم مسنون. طيب هو اللي خلقه ولا أنت؟ هو ما يعلم من إيش خلقه؟ هو خلقه يعلم من هو، قال لك أسجد له خلاص؟ قام جيب الفلسفة حقه، نفس غير زكية. يكفيك هذا المثال؟ وبلعام بن بعورة عالم كبير وعابد من عباد بني إسرائيل، وشوية من حرف وانجرف وروه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عيلته وتدرك. فلذن إذا بتمشي وبتسير وتنطلق في حياتك نفسك وصفاتها هذبها، انتزع منها ما يعرقل السير، ما يغضب الرب، ما يبعدك عن الاستقامة، فانتبه لنفسك نفسك.